إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الفاتحة. آمين. الله يجعل مسواها الجنة. لك أنت بأي وجه جاي لهون؟ أنا ما أجيت لحتى ساوي مشاكل، أجيت لسامح جنان خانهم بحقي. لا تذكر اسم أمي على لسانك الوسخ. ولك فهمت ولا لا؟ بعد عنه إيدك عنه. وسخك تذكر اسم أمي على لسانك؟ لا تساوي هيك، إذا بتحترم أمك سكوت. خلص فوران. والله بموتك. لك اهدى شوي واحترم الجنازة. أوصك فهمت؟ فورال لا تساوي هيك. انت ما فيك تساوي لي شي. موتك فورال. ارجع لوعيك وبلا جنان. بكفي هازال. لا تتدخلي يا بنتي. لا تلمسه هازال. عم توقفي بالطرف الغلط. لك انتي مرتي. المكان اللي رح توقفي فيه هازال رح يكون جنبي أنا وبس، فهمتي ولا لا؟ أنت دائما لازم توقفي بصفي. اترك إيدي. شو عم تساوي؟ أنت يلي شو عم تساوي؟ أنت طعنتيني بالسكين ملك. طلعي، أنا كان ممكن موت. إن شاء الله تموت، إن شاء الله تموت. كل اللي عم يصير فينا بسبب عزيزته براك. لا تلوم أي حدا، فهمت علي؟ أنا شفت وشك الحقيقي، ندمت على السنين اللي قضيتها معك. رح تندمي على هالكلام ملك خانم. اصحك تسقي بعزيزته براك، تركك مرة ورح يتركك كمان، ومنشوف وقتها رح تجي لعندي ركض. الفاتحة. الشاي والقهوة؟ ايه. طيب وزعي هدول وبعدين قدمي الشاي والقهوة. طيب حاضر. الله يصبر قلوبكم. تسلمي. تعيشي.
ملاكي لا تروحي، لا تتركي. كنان، ما بعرف أنا من إمتى عطيتك قلبي وروحي وعمري، بس كل لحظة أنا عشتها بسبب هالحب كانت تزيد من عمري يا هذا. كل ما أنت عشقتيني وكل ما شفت الحب بعيونك الموت بيبعد عني، بس كل دقيقة بتمر علي من دونك وكل ثانية بحس عم أقرب من أجلي خطوة. ما رح روح على مكان، رح كون جنبك وحواليك دائما مثل شجرة يابسة، رح ضل جنبك بدون صوت أو حركة، حتى إذا أنت ما حبيتيني رح ضل حبك أكثر من روحي. بتعرفي شو السبب؟ لأنه حتى إذا بدك ما بقدر ساوي شيء. أنت هلأ مكتوبة بقلبي وعقلي يا بنتي. اسمك مو بس مو مكتوب بهويتي، مو مكتوب بمكان، بخصمي، فلا تواخذني. محارم، محارم، بترجعك تروح محارم، محارم. دخيلك يا ربي ساعدني. معي محارم، زوروا مني محارم، محارم. مين بده يشتري محارم؟ بترجاكي لا تبكي، انسي شو ما كان اللي عم تبكي بشانه بيمضى. بس ما عم يمضى، اذا بكيت او ما بكيت ما عم يمضى. يا روحي لعنده وقولي له لا عاد زعلني، او روحي لعند حدا كبير واشتكي عليه بتنحل المشكله. اشتروا مني محارم، معي محارم. انت كيفك احمد؟ كيف بدي يكون الانسان؟ كيف ممكن يكون بهيك وضع؟ انت بتعرف انه حالتي اسوأ من حالتك. المرحوم ابي كان يقول دائما ايديكن ووجوهكن وقلوبكن قد ما توسخت بهالدنيا لا تسمحوا إنه ضميركم يتوسخ، وأنا هلأ عم حس حالي كتير وسخ، ما عم أقدر لا أطلع بوش كنان ولا أطلع بوش أخي عزيز. ضميري عم يصرخ من طرف، وقلبي من طرف تاني. وانتي ضميرك ما أنبك أبدا لما قتلتي المرأة لهي الدرجة؟ بتحبي فورال؟ أنا فقدت السيطرة على حالي بلحظة، ما عرفت شو عم بعمل وما عرفت شو اللي عم حس فيه بهديك اللحظة.
وهالخواتم؟ أخذتن وخبيتن معي لما أنت رميتن. ليش؟ اليوم اللي إجيت فيه لعندي وبيدك الخواتم أنا كنت فيه مثل الضيعة ومشاعري محتارة. أنا عم أحمل هالخواتم معي لأنه هدول الخواتم من الرجال يلي بيحبني أكتر من أي شي تاني. معناتها أنت وأنا. سكوت أحمد، سكوت لو سمحت، مو هلأ. إذا قدرنا نفيق من هذا الكابوس بركي بشي يوم. انتي ليش ما رحتي على القصر بعد الجنازة؟ ليكون صار شي. امي بنتي مريت على المطعم ولما ما لقيتك هنيك قلقت فاجيت لهون. تعالي تفضلي فوتي يلا. عادي هون، اجيت بس من شان اخذ شوية اغراض. انتي بكياني؟ ليكون فورال سوالك شي. أنا كتير خايفة وقلقانة يصير لك شي بهداك البيت. لا لا تشغلي بالك، مشكلته مو معي، مع اللي حوالي. فورال حتى إذا ما ساوى شي المصايب ما عم تنتهي هنيك. إمي. نعم. أنا قريت رسائلكم. بابا يعني الرجال اللي كبرت على إنه أبي، فهمت كيف هو سرق لك حياتك مثل ما ساوى فورال معي. طول هالسنين تحملت الحزن والقهر مع خليل بس من شان يكون عندك أب، بس هو ما قدر يكون أبوك. وحتى مو بس أخذ عزيز مني، فرقك عن أبوك كمان. طيب وقلبك؟ طالما عقلك قرر الزواج كيف خليتي قلبك يسكت هيك؟ القلب اللي ما بيقدر يجتمع باللي بيحبه ما بيطلع صوته. طيب إذا أنت وقعتي بين خيارين كنتي رح تسمعي صوت قلبك ولا عقلك؟ كيف كنتي رح تقرري؟ أمي أصح قرار بالنسبة لأي أم
القرار اللي بتاخده لمصلحة أولادها. طيب أنت تمنيتي لو إني ما كنت موجودة بحياتك؟ أبداً أبداً، كتير شكرت ربي عليكي وقلتي منيح إنك موجودة، بس كان كل همي ما يصير معك يلي صار معي وتعيشي نفس القدر. وأيام وليالي كنت عم أدعي لك يا بنتي، بس للأسف حبيبتي في بنات بينجبروا يعيشوا قدر أمهاتهم. والله ما بعرف، أنا محتارة، ما عاد أعرف شو اللي بدي ساوي، شو الطريق اللي بدي أمشي فيه. هازال، بس بكفي تمسكي إيدي أنا وعزيزي اللي مدينا لك إياهن. اسمعي، عزيز رجال منيح، رجال شهم كتير، إذا مسكتي إيده وقتها ما حدا بالدنيا بيقدر يأذي شعرة منك. طيب يا ترى هو مستعد يأذي حدا بريء مشان أنا ما أتأذى؟ عزيز؟ هو مستحيل يأذي أي حدا بريء، عنده ضمير وقلبه طيب. من لما عرفته وكل تصرفاته قاسية وبتخوف، شفتي كيف داهم الخطبة بسلاح؟ انتي ما شفتي من قبل يا بنتي، وما صارت لك الفرصة تتعرفي عليه، لهيك معك حق. صدقيني رح تتغير كل وجهة نظرك اتجاهه، بس إذا عزيز ما تأذى وانجرح عن جد ما بيقرب من أي حدا ولا بيأذيه. كيف فيكي تكوني متأكدة لهي الدرجة؟ لما العشق بيفوت على القلب بتكون بوصلة الإنسان قلبه. أنا ما بعرف، بس قلبي هو اللي بيعرف هالشي. طيب بعد هالسنين لساتك عم تحسي اتجاهه بنفس الشعور؟ خير، انت شو بدك؟ صدقني كتير زعلت على وفاة جنان خانم، ولما اليوم شفت حالتك بالجنازة وقف، لا تقعد، ما رح تضل هون كتير، بالزور عم بقدر وقف على رجلي، بس لو تعرف شو صار معي يا فور البيك. ماني فاضيلك ابدا، قول شو بدك بسرعة. بالحقيقة عدوك هو عدوي، خلينا مع بعض ندمر عزيز توبراك. أنا بدي ساعدك، بعمل كل شيء. أنا ما بدي شيء منك، روح من هون ولا تضل تجي لعندي وتصرعني. شو صار سفر؟ يا ترى شو منساوي بعزيز توبراك؟ هلأ ولا شيء، ما بيصير تسكت له. ولك أنت لساتك هون، اطلع لبرا بسرعة. ما لقيتوا لك إنجار؟ للأسف لساتنا عم ندور عليه. أكيد ما انشقت الأرض وبلعته، لاقوه بسرعة. تحت أمرك. قولك هذا ما اطلع بحالتي ولا سأل عني ولا قال لي إذا كنت محتاج شيء. أخ منك يا ملك أخ. مين هالرجال يا ترى؟ عن مين عم تحكوا؟ خبرونا لنعرف. عندي شغل بالمطبخ وأنا رح ساعدك بنتي. تعالي.
بالحقيقة منيح إنك إجيت، كنت كتير حابة أحكي معك. بنتي صار شي سيء هازال؟ لا لا تقلق، ما صار شي سيء. يمكن أنا بالغت بردة فعلي تجاهك، بتمنى تفهم إنه عقلي كتير مشوش، بس أنا لما قريت رسائلكن قلوب الآباء ما بتنكسر اتجاه أولادهم. بالحقيقة أنا اللي بالي مشغول عليكي. فورال سوالك شي سيء يا ترى؟ خبرت أمي هو ما رح يساوي لي شي. إذا بيأذيكي ورح كون صريح، لما جنان اتصلت فيني وقالت لي إنه بتعرف وين أنا مخبيكي، أنا للحظة خفت إنه صار لك شي يا هازال. جنان خانم اتصلت فيك؟ ايه اتصلت، حتى هي هددتني وأنا رحت لعندك بسرعة، بس للأسف لما وصلت ما كنت موجودة. طيب كان معك شي حدا؟ لا، الكوخ كان فاضي ورجالنا راحوا بسرعة ليدوروا عليك. سنان انت منيح حياتي؟ ما بعرف يا دفنة، صدقيني ما بعرف كيف هي حالتي. بعرف انه جرحك جديد، بس بترجاك لا تساوي هيك. امي كانت الوحيدة يلي بتجمع هاي العيلة، وعطول كانت تحاول انه تغطي لي اخطائي. اذا هي ما عادت موجودة جنبك انا جنبك حبيبي، لو سمحت لا تساوي هيك. هلأ الوقت مو للحزن، إذا ما كنت قوي وواعي شو رح يصير للشركة. فورال مانو مثل أمك، ما بيقدر يدير الشركة لحاله. شو يلي عم تحاولي تقولي يا دفنة؟ معقولو نحن بهي الحالة عم تفكري بالشغل والشركة؟ يا حبيبي، أمك مو كانت تملك أكبر أسهم بالشركة؟ لهالسبب اهدى وفكر بطريقة لحتى تسجل كل أسهم أمك باسمك. لك أنت إمتى صرتي طماعة هيك؟ بهالسرعة بدك تستغلي موت أمي لصالحك؟ هازال انت منيحة؟
رح تمضى هالأيام، لا تاكلي هم. مقابل كل هالسنين يلي نحن خسرناها رح نشوف أيام كتير حلوة يا هازال، بوعدك بهالشي. بنتي أنا رح ضل جنبك دائما، لا تنسي هالشي. اترك ايدي، صدقني كل اللي عم ساويه مشان مصلحتنا وبس. سكتي سكتي، اصحك تقولي اي شيء تاني، فهمتي؟ انا وجعي لساته جديد وانتي عم تفكري بالاسهم. انتي كل همك الاسهم والاملاك وبس. دفنا انت لساتك ما عم تفهم، صدقني كل همي انت يا سنان وعائلتنا. عائلتنا؟ اصحك تنسي هالشي يا دفنا. انا ساويتك من عيلة ديمير اوغلو، واذا انا بدي باخد هالكنية منك بجلسة واحدة، فهمتي علي؟ اجيت هازال، قلقتي شوي لما قلتي لي انه بدك نلتقي بسرعة، انتي منيحة؟ اهلين وسهلين، تشرب شي؟ لا شكرا. رحت لعند امي اليوم وبعدين اجا بابا. الخال عزيز؟ كتير حلو، حكيتوا؟ حكينا. صرت ما عاد أعرف شو بدي فكر وشو بدي ساوي كنان. هيك كنتي من قبل كمان، كنتي تقعدي على الشاطئ لما تحتاري بين قلبك وعقلك. كنت بدي احكي معك عن ابي لانك بتعرفه منيح. ما في داعي تبرري شي. امتى ما طلبتيني بتلاقيني جنبك هذا؟ كنان لو سمحت بلا هالكلام. ماشي. طيب معناتها أنت خبريني شو قول وشو ساوي لما تكوني زعلانة، اتفقنا؟ أمي وأبي وموت جنان خانو كله إجا فوق بعضه لدرجة احترت على شو بدي أزعل. صراحة أنا زعلت على موت جنان خانو. أنت كيف عرفت إنها ماتت؟ أنت
كنت مع فورال وقتها. شو؟ ليش كنت معه؟ اهدي هازال، عرف بالمكان اللي خبيت فيه كينجار، فرحت لهنيك. كينجار كان هنيك؟ لا، رجالنا نقلوه قبل ما يوصل فورال، وهيك ضلينا أنا وياه لحالنا هنيك. طيب ليش؟ ليش رحت لهنيك؟ اسمعي، ما صار بيني وبين فورال أي حديث يعرضك للخطر، لهيك كوني مطمنة ولا تقلقي. ما كان لازم تكون مع فورال لحالك، ومو بس هيك، أنت ما لازم تحكي معه أبداً. هذا حتى إذا طرقنا انفصلت بهي الحياة، فكوني متأكدة كتير منيح إنه إذا أنا وقعت بالنار ما بسحبك معي. صح أنت حرقتي لي روحي، بس أنا مستحيل أسمح إنه تنحرق روحك. بتوقع أنت بتعرفيني مو هيك؟ مو بس روحي يا كنان، أنت رجال طيب وما بتحرق روح أي حدا. اهدي أرماك، اهدي لا تخافي، هذا أنا. كنان أنت منيحة؟ لا، من هلأ كتير اشتقت لها لأمي، اشتقت لمعانقتها ولما تنادي لي يا بنتي. أنا كتير خايفة هلأ، بلكي نسيت وشها، بلكي ما عاد قدرت اتذكرها. لما امي تركتنا وراحت انا ضليت ايام عم نام على تختها، حسيت وكانه في حمل تقيل على ظهري، وحسيت بالوحده كمان. تعرف اني ما بحس بوجع غياب امي لما تكون جنبي، ولما تغيب عني بحس اني ضايعه بالعتمه. شو هاد؟ حتى بغياب أمك أنا مستعد لون لك حياتك، وخلي وشك يضحك دائما. صح أنه في لون أسود، بس في أبيض كمان، وفي الأزرق والأخضر. لا تضلي بالعتمة وتتخلي عن الألوان الحلوة اللي بالحياة. فكري بأمك، وفكري باللي بتحبيهم، وفكري بالأيام الحلوة. كتير منيح أنك بحياتي، أنت عطيتني الأمل وخليت قلبي ينبض. أنا بتشكرك على كل شيء، ممنونتك كنان. لما تحسي حالك وحيدة بس تطلعي حواليك وبتشوفيني،
انفصالنا عن الأشخاص اللي منحبهم بهالحياة منتجاوزوا لما منوقف مع بعض. ما رح نفترق للموت ما؟ إذا أنت ما طلبتي هالشي أنا مستحيل أتخلى عنك. بعرف جرح أمك لساته جديد ويمكن الوقت مانو مناسب هلأ، بس إذا بدك فينا نتجوز فورا. أنا بدي إياك تكوني مبسوطة وشوف الضحكة على وشك. أنا بهاي الحياة ما بدي وما بتمنى غير شي واحد، إني يكون زوجتك. بدي موت بصفتي زوجتك. عطينا البنت لآل ديمير أوغلو، بس شوفوا حالتنا، ما معي مصاري لأشتري صندويشة. الكعك تازة؟ تازة أخي. بلا مسخرة، في كعك تازة بهالوقت؟ بدك ولا لا؟ إيه بدي، ليش عندي خيار تاني؟ فضل، صحتين وهنا.